ما معنى قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء؟ نعم. يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو وسع الرزق على عباده لبغوا في الأرض، والبغي هو التعدي والطغيان، لأن الإنسان إذا استغنى حمله ذلك على الأشر والبطر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله جل وعلا بحكمته يرزق من يشاء ويوسع عليه في الرزق، لأن ذلك أصلح له، ويضيق الرزق على آخرين لأن ذلك أصلح لهم. فمن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأفسد ذلك عليه دينه، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو استغنى لأفسد ذلك عليه دينه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. الله جل وعلا حكيم عليم، يرزق عباده بحسب حكمته وعلمه بما يصلحهم وما تنتظم به مصالحهم. نعم.